وكانت متر في العرض ياخذ الالقاب. لا الالقاب تلعب فوق ارضيه الميدان، لا تلعب في في اوراق الصحافه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. وفينيسيوس وجود بيلينغهام ما تقدرش تلعبها. جيل افضل من هؤلاء اللاعبين وما فش بالالقاب، جيل جالاكتيكوس. رونالدو في مومينو اعظم مهاجم في تاريخ كره القدم ما فش بالالقاب. ريال دائما كان يفوز بالالقاب ميدو. هل حق مش من الالقاب الكبرى معها؟ ريال دائما كان يفوز بالالقاب جالاكتيكوس التي فاز بها. يعني انت غير متخوف من مجيء مبابي؟ علاش نتخوف؟ لعب ماتش سي دي ماتش 11 كونتر 11 فوتبول ما فيش الخوف. برشلونه سيستمر بما يملك من كيف لعبين. سيرد لابورتا على هذه الصفقه؟ بماذا سيرد برشلونه؟ بالسكوت بالاختباء ايه برشلونه ما يقدرش يرد. طيب بس بالترونغلور برشلونه تصور نعطيك فقط شيء واحد. برشلونه اعلنوا في اليوم يعلنوا ريال مدريد ممكن على 15 مليون اورو راتب مبابي ويتم وضعها في الليغا بصوره عاديه. برشلونه وضع راتب في جوان فيليكس 400,000 اورو. هل تعلم ما دفع على تايباس في سلم الرواتب؟ وضعه ب 4 مليون اورو. قال لهم كي قالوا له علاه في تصريح صحفي قال لهم جوان فيليكس نجم لا يمكن ان ينال فقط 400,000 اورو مثلما ارسله برشلونه في العقود. انت تسير على حسب العقود ولا تسير على حسب الاهواء؟ العقود طبعا. ها هو الاتحاد يعني مثلا يعني الرابطه الاسبانيه علقت الان كل فشل برشلونه في شماعه اسمها تيباس. اعطيتك مثل واحد برشلونه هذا الموسم كيف سيرد لابورتا الان؟ هناك صفقه مدويه، صفقه تاريخيه، هناك نجم عالمي يقترب من الدوري الاسباني يدق ابواب الريال، ولابورتا المسكين في سبات مختفي مختبئ. ماذا سيفعل؟ كيف سيرد ميدو؟ بما على اوبليج يرد لازم يرد لازم 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 ترجع ميدو. شوف على على تتلقى اللكمه تلو اللكمه وتتريح مختفي. مبابي لا ضربه وليست لكمه. هل مبابي سيلعب لوحده في ريال مبابي مدريد؟ شوف مبابي سميه لكمه سميه صفعه سميه ضربه قاسمه طول العمر عاد نتلاقاو هنا ممكن تغير حديثك لانه كره القدم لا ماشي علم دقيق. كما قال لك ممكن ينجح ممكن ما ينجحش. ليست علم دقيق ولكنها علم علم. هذه يغلطوا فيها بزاف ناس. يقول لك كره القدم ليست علوم دقيقه. صحيح ليست رياضيه. مبابي نجم عالمي ليست علوم دقيقه ولكنها علوم. ايه مبابي نجم عالمي واحد من افضل 3 لاعبين في العالم ودوبي دي زاني وريال مدريد دي جيري مورا 7 سنوات كامله. اليوم راح ياتي لريال مدريد لكن من يضمن ان يتالق هذه المره الاخيره؟ ليس الريال من جرى وراء مبابي وانما مبابي من جاء الى الريال ودق ابواب الريال. 7 سنين مازال 7 سنين خطفوا نويس هذا مثل ذات قبيله. أين لابورتا؟ أول سؤال أين لابورتا الآن؟ كيف أين لابورتا؟ أين هو مختفي؟ من على بال أين هو مختفي؟ أين هو مختبئ؟ ليس مختبئ لا. كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم. يمكن أن يتألق مبابي لازم يكون رد لازم يكون رد ويحقوا نتائج كبيرة قاسي سعيد سكوت لابورتا وعدم رد شيء لكن ممكن أن لا يتألق. ماشي ما فيه إرادة. أتذكرك ميدو فيجو لما كان جاي للريال وبعد برشلونة شفت المعركة اللي صارت ما بين الرؤساء تاع برشلونة والريال. برشلونة ريال مدريد لعب 4 سنوات على ما اعتقد في برشلونة بعد مشى لريال مدريد لانه كان وقع ان بري كونترا مع بيراس ولم يكن ينتظر ان يفوز بيراس بالانتخابات. وحتى انه شفت المعركة اللي صارت وبعدها لما فاز بيراس بالانتخابات كرئيس لريال مدريد فيجو تخوف مع وكيل اعماله طالبوا بفسخ هذاك البري كونترا العقد الاولي. هددهم بيراس ب 50 مليون بيزوس يعني كان بيزوس هذاك الوقت يعطيو لهم 50 مليون اورو 50 مليون هل مالت الان؟ هل مالت الان كفه الموازين في الدوري الاسباني لمصلحه الريال؟ الدوري الاسباني بهذه العقليه بهذا التسيير بهذا الخنق الأندية من جانب سلم الرواتب يسير ليكون دوري النادي الواحد مثل الدوري الالماني تماما. قد نرى بعد 3 أو 4 سنوات دوري برشلونه علاش يكون دوري ريال مدريد؟ هل ريال مدريد هو المتسبب في هذا الامر؟ ليس المتسبب في هذا الامر لكن هناك فريق لما نشوفوا التدعيمات فريق اساء تسير كاين امورات اخرى ايضا كاين مجازر ارتكبها روسيا لما ارتكبها بارتوميو ميدو. هاد الشخصين هاد الرئيسين يجب ان يحاسبا في محكمه لاهاي لانهما تسببا في اغراق واحد من اعظم الانديه في العالم. وماذا حدث لاشبيليا عنده روسال وبارتوميو؟ بصح اشبيليا عمره ما كان نادي كبير. فالنسيا عمره ما كان نادي كبير. وماذا حدث لانديه اخرى؟ الصف الثاني والصف الثالث في اسبانيا. فالنسيا لما تعود للصح لحقوا النهائي ربط الطرف. لا 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 تقارن برشلونه مع هذه الانديه الصغيره. ما كيف كيف ماشي كيف كيف هذه انديه صغيره مقارنه ببرشلونه. واشبيليا صغيره مقارنه ببرشلونه اقول. انديه كبيره في الدوري الاسباني اشبيليا وفالنسيا. يا ميدو لا
يمكن ميدو أن تقارن فالنسيا وإشبيليا بنادي برشلونة. برشلونة يبقى فريقا قويا حتى لو تلاعب به الزمن وتلاعبت به الأيام، حتى لو وصل مبابي إلى الريال، البرشلونة يبقى ناديا عملاقا. أكيد برشلونة وريال مدريد ناديا عملاقا، لكن حتى فالنسيا وإشبيليا وبعض الأندية الإسبانية أتلتيكو أندية قوية وهي ملح الدوري الإسباني. خاصة أنا واحد من الناس نحب نشوف مباراة فالنسيا، لكن ليس هذا الموسم، الموسم الماضي قبل لما كان فالنسيا فالنسيا الذي لعب فيه باراخا ولعب فيه دافيد فيا ودافيد سيلفا في السنوات الأخيرة، اليوم يعاني موسى صايب ماجر تاني يعني. ميدو جاسوس في غرف تغيير ملابس برشلونة، ما حكاية هذا الجاسوس الذي يريد تشافي أن يكشفه أمام الرأي العام، وماذا حدث هذا الأسبوع؟ فيه حديث على وجود جاسوس في غرف تغيير ملابس نادي برشلونة، الشيء الذي دفع تشافي الاجتماع بلاعبين، وقال اللاعبين اليوم شكوا بأنه هذا الجاسوس موجود في الطاقم الفني لنادي، في الطاقم الفني لتشافي. جاسوس يعني يسرب الأخبار، يسرب الأخبار للصحافة. حتى في اجتماعات جرت بين تشافي واللاعبين والطاقم الفني تسربت للصحافة، اللاعبين طالبوا بعد ذلك شكوا أنه هذا الجاسوس موجود في الطاقم الفني. أصبح تشافي يجتمع باللاعبين لوحده، حتى مساعده اللي هو شقيقه لا يدخل إلى غرفة تغيير ملابس في تلك الاجتماعات الخاصة بتشافي وبقية اللاعبين واللاعبين. بقيت الأخبار تتسرب. هذا الأسبوع تشافي استدعى طاقمه كلهم وطلب منهم يوضعوا هواتفهم كلها، وبعدها بالفيس آيدي يعني فتحوا هواتف الآيفون الخاصة بهم وراحوا لتطبيق واتساب وتابع. يعني تشافي فتش هواتف، يقال ماشي هو شخص يثق فيه، تشافي فتش هواتف الطاقم الفني. لكن اليوم نقدر انا اليوم مثلا انت صحفي وانا باش نخدم نبعث لك، ما عادش نكتبك محمد شيخي، نقدر نكتبك اي اسم اخر. لما يدخل ما عادش يدخل يقرا الديسكوسيون ويشوف برك الاسماء اللي راك تتحدث معاه، ما عادش يدخل للديسكوسيون بريفي نو، الشاهد فقط الاسماء التي يتحدث معها. وانت باكتشاف هذا الجاسوس؟ لا لحد الان لا، يقال انه منذ شهرين وهم يبحثون عنه ولم يتمكن. إذن تشافي فقد ثقته في أعضاء طاقمه الفني، هذا فقدان ثقة أكيد. لما تطلب من واحد تفتش الهاتف النقال ديالو وكاش ما قاعد قاسي، تعليقك على هذه الواقعة والحادثة؟ والله واقعة يعني غريبة، تجيب الهواتف تاع الطاقم الفني وتحلهم وتشوف. يعني الأغرب أنه إدارة برشلونة عينت فريقا من المباحث الخاصة من أجل البحث عن ميكروفونات سرية داخل غرف تغيير الملابس وحتى داخل الحمامات، وهذه الأشياء هذه خليني من الميكروفونات والجاسوس راه موجود أمامنا. هذه الأشياء موجودة لمين؟ ما كاع في كرة القدم في العالم كاع، يعني الأخبار تسرب من داخل من بيت غرف الملابس، ولكن ماشي بهالطريقة هذه يعني درجة كبيرة اليوم. إذن عملية جوسة ستتم داخل غرف تغيير ملابس برشلونة، هل يكون الجاسوس لاعبا؟ هل يكون الجاسوس أحد أعضاء الطاقم الفني؟ هل تكون هناك ميكروفونات وكاميرات مراقبة؟ إذن إدارة برشلونة عينت فرقة خاصة من أجل التحري والبحث في هذا الموضوع، يريدون اكتشاف الجاسوس بأقصى سرعة ممكن.